السلام عليكم أعزائي التلاميذ والتلميذات، نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. إذا دائما معكم الأستاذ أحمد تازي، واليوم درس جديد كيف ما عودتكم. والآن وصلنا للشابيتر 6 من لابواط أميرفي. إذا كيف ما عودتكم كنقدم لكم دي ريزومي باللغة الفرنسية وحتى باللغة العربية، هكذا باش يتبعوا معنا كاع التلاميذ اللي كيكون عندهم المستوى ديالهم ضعيف ولا متوسط في الفرنسية، يقدروا يواظبوا معنا ويتبعوا معنا الدروس. إذا إلا كنتي كتفرج فينا لأول مرة، إذا حنا قناة تعليمية، عندنا قناة في اليوتيوب أحمد تازي شين أوفيسيال. أجي دير أبوني وفعل الجرس ونضم العائلة ديالنا، هكذا باش يوصلوا كل نهار درس جديد. إلا كنتي كتفرج فينا في فيسبوك، مرحبا بك. حنا عندنا باج فيسبوك احمد تازي اوفيسيال، كنديروا فيها دي لايف كل نهار، كنديروا فيها دروس ديال موجهه لعده مستويات وبزاف ديال المواد في اللغه الفرنسيه، في الرياضيات، في العلوم. اذا اجي نضم العائله ديالنا هكذا باش يوصلوك دائما الدروس ديالنا. وإلى عجبوكم لي فيديو ديالنا بارطاجيوهم مع الاصدقاء ديالكم، هكذا باش توصل لي فيديو ديالنا لاكبر عدد من التلاميذ. اذا على بركه الله، كيف ما قلت لكم هاد لا فيديو غادي نخصصها لشابيتر 6. اذا غادي نقدم لكم لو ريزومي بالفرنسيه، ونفسه هو نفس لو ريزومي غادي نديرو باللغه العربيه. اذا على بركه الله نبداو لا فيديو ديالنا. pendant les préparatifs pour Ashura Homsid, le Fqih organise le travail et forme des équipes. Le petit Sidi Mohamed est nommé chef des frotteurs. Sidi Mohamed se dispute avec Zineb. Sa mère se met en colère, triste et pris de faim. Le petit enfant plonge dans ses rêveries. Le narrateur nous rapporte ensuite l'histoire de Lalla Khadija et son mari, l'oncle Uthman, racontée aux voisines par Rahma. D'abord le résumé de l'oura al-arabi. خلال الاستعدادات لعاشورة في المسيد ينظم الفقيه العمل ويشكل فرق. تم تعيين سيدي محمد الصغير رئيسا للفرق، ويتجادل سيدي محمد مع زينب وتغضب والدته. الطفل الصغير الحزين والجائع يغرق في أحلامه. ثم يخبرنا الراوي قصة لالا خديجة وزوجها العم عثمان، رواها للجنان بقلم رحمة. إذن هذا كانت لو ريزومي ديال شابيتر 6 ديال لابواط أميرفي. إذن كيف كنقول لكم دائما وليداتي، إذن هاد لي فيديو موجهة للتلاميذ الأولى بكالوريا. إذن كل نهار غادي ندير لكم فيديو فيه ريزومي ديال ان دي شابيتر ديال اون دي زوفر اللي عندكم في البروغرام. اذا كيف كتشوفوا معايا، بدينا اليوم بلا بواط ميرفي اللي هي لوفر اللي كنبداو بها البروغرام ديالنا. غادي نحاولوا نكملوا لي شابيتر كاملين، راه ما بقاوناش بزاف ديال لي شابيتر. وفي النهايه ديال لي شابيتر غادي نقدم لكم واحد لاناليز جينيرال ديال لا بواط ميرفي، وندوزو موراها مباشرة لأنتيغون. عاوتاني نساليو أنتيغون، بداو لو ديغني جوغ دان كونداني. إذا نتمنى لكم التوفيق في الدراسة ديالكم وليداتي، ونضرب لكم موعد فيديو آخر إن شاء الله. إلى اللقاء.